منذ اشهر قليله تغيرت معالم هذه الاحراش المليئه بالسنديان والصنوبر والتي تحيط بدير مر انطونيوس بيت شباب، مجزره بيئيه اقترفت ادت الى القضاء على كميه من الاشجار من جهه وتسكير مجرى نهر صغير يصب في نهر الكلب بعد ما تحول المكان الى مكبل الردميات. هي الارض بتخص الرهبانية الرهبنه البريه. في شخص من مر بطرس طلب يستصلحها يعمل فيها مكان للاعراس انما بهيك تضاريس معقولة ينعمل ساحة أعراس حوالي المية وتسعين شجرة صنوبر محو كيف لا ما بعرف كان يومي يومي حوالي المية وثمانين كميون يقطعوا ببت شباب سببت انه مشكلة تانية انه طرقاتنا بلشت تقشط أهالي بيت شباب وقعوا عريضة طالبوا فيها السلطات المعنية بالموضوع من وزارات الداخلية والبيئة ومحافظ جبل لبنان وقف هذه المجزرة التي تقترف بحق معالم بلدتهم التراثية ووقف تدفق الشاحنات المستمر على شوارعها خصوصا بعد انهيار حيطي دعم داخل بيت شباب وتعرض حياة السكان المارين إلى خطر مستمر. انعمل معروض وتقدم شكوى مشيت الشكوى شو صار؟ بدل ما يقطعوا بيت شباب حولوا من طريق بكفية إنه شو عملوا؟ قشطت من هون حولوا عم يفيق قشطت من من الطريق الفلانيه خلال وجود فريق ال بي سي للتصوير في بيت شباب كانت لا تزال الشاحنات المحمله بالردميات تستمر في انزال حمولتها ولو بوتيره اكثر خجوله فيك تقولي بيت شباب صارت مركز لردميات المتن يعني بتشوفي وين في ورش كبير عم تصب بيت شباب هلا اكيد في ناس يمكن بدهم يستثمروا نحن بنقول لازم تربحوا بس لازم تعرفوا توفقوا بين اثنين مش انه تربحوا على أنقاض إن كنت مثل بيت من يتحمل مسؤولية الأضرار البيئية والمدنية والتراثية التي تصيب بيت شباب ومحيط نهر الكلب هل تتوقف الكارثة عند هذا الحد أم يجب أن تقع ضحايا بشري ليتحرك أخيرا المسؤولين المعنيين؟